الى كوري رئيس جمعيه التجار مسونترال من المستدامه. بالنسبه للسردين اللي عرف واحد القفزه نوعيه في هذا اليوم السبت هو الغلاء ديالو بحكم كاين القدره الشرائيه ثانيه بالنسبه للوسطاء، هادشي علاش السردين طلع الثمن ديالو اللي كيقدر تقريبا ما بين 30 درهم الى غايه 20 درهم، هذا هو الثمن ديال السردين اللي كيعمل حاليا. وبالنسبه للسردين كيختلف، كاين جوج ديال الانواع، كاين السردين ديال البلاد وكاين السردين ديال كيجي من الهراويين، هذا اللي كيجي من الهراويين هو اللي كيجي من المناطق المجاوره كيكون تقريبا من اكادير، من اكادير، من جديده، هذا هو اللي كيكون هنا. الجرف هذا هو اللي كيكون ديال السردين، هادشي اللي كيف، والاخر ديال البلاد هو اللي غالي شويه. قلت لك بالنسبه للوسطاء، كاينين الوسطاء عرفوا بين القدره الشرائيه ديال المواطن شويه من الظهوره، ثانيا الحوت كفت شويه. هذا هو اللي كاين بالنسبه للثمن، ثانيا بالنسبه اللي في رمضان غلبت هو قمرون وكلمر، هادو هما اللي طالعين شويه في هذا رمضان هذا. السوق شويه طالع شويه، ما بين كلمر كتعمل بين 90 درهم و 110 درهم. قمرون ما بين 130 درهم 150 درهم. رمضان كيكون شويه اقبال على السمك.